ومن غزة ينضم إلينا نضال غابن مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحقوق العاملين. سيد نضال، لماذا لا تنفذ الأحكام القضائية؟ مساء الخير. يعني هذا موضوع جوابه بسيط، بأن السلطة التنفيذية لا تعير أي اهتمام ولا وزن للسلطة القضائية، وأصبحت السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، بيد السلطة التنفيذية. يتحكم فيها شخص أو دائرة محدودة مغلقة، طبعا تبدأ من الرئيس وصولا إلى دولة رئيس الوزراء. وبالتالي نحن هنا يعني نعاني من إشكالية. صحيح أن هناك عدد من الموظفين تقدموا إلى القضاء بشكاوي، وحتى الآن حصلوا على قرارات قضائية وأحكام، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ هذه الأحكام، وهذا ما ينطوي على خطورة بالغة، بأن مصير الشعب الفلسطيني ومصير هؤلاء الموظفين أصبح يتحكم فيه مجموعة من السلطة التنفيذية، التي يعني لا تتورع في أي لحظة في قطع راتب أي موظف تحت أي سبب من الأسباب، إن كان سبب سياسي أو إن كان سبب في طرح رأي مخالف أو تحت مسميات كثيرة. وهذا يشمل طبعا ليس فقط حسب ما جاء في تقريركم لدى شريحة الأسرى أو الشهداء، وإنما يعني طالت مجموعة من الموظفين الذين كانوا يعني يعملون تحت إدارة وإشراف السلطة وملتزمون في قرارات وتعليمات السلطة. نعم. وحينما جلسوا في بيوتهم كانوا قد جلسوا بناء على تعليمات. هذا مرد ذلك، أعتقد أن هناك كثيرا مما ظلموا نتيجة تقارير كيدية وتم مصادرة حقهم. وهذا يعني بالمناسبة يشكل عقاب ليس فقط على الموظف، وإنما يشكل عقاب لأبنائه لأبنائه وأسرته. هذا طيب. أمر خطير، وأعتقد أنه يعني يفترض أن تقف أمامه السلطة باهتمام. إذن لمن يلجأ هؤلاء الذين قطعت رواتبهم؟ نحن كمركز حقوقي يعني تابعنا هذا الأمر، وقد حاولنا يعني التوجه إلى القضاء للحصول على قرارات قضائية بشأن مقطوع رواتبهم، لكن للأسف لم نجد أي إمكانية أو بصيص أمل بالحصول على قرارات حكم. حتى وإن حصلنا على قرارات حكم لصالح الموظفين، فكما جاء في تقريركم وكما أشارت حتى كل منظمات حقوق الإنسان المعنية في هذا الأمر، أن السلطة التنفيذية لم تنفذ قرارا قضائيا بهذا الشأن، ولم تعيد راتبا إلا في حدود العلاقات الشخصية، وهذا أمر بالغ الخطورة. يعني أن يصبح أن تتعلق أو تتوقف حقوق الناس بناء على علاقات شخصية، يقطع الراتب أو يعاد الراتب بناء على علاقات شخصية ونفوذ هنا وهناك، هذا أمر بالغ الخطورة. وبالتالي يعني يجب إعادة الاعتبار للسلطة القضائية باعتبارها يعني سلطة أعلى من السلطة التنفيذية، ويجب على السلطة التنفيذية أن تلتزم بقراراتها. كانت هناك تصريحات سابقة لمسؤولين بمن فيهم الرئيس الفلسطيني بأن هي مشكلة إدارية وستحل سريعا، وكانت هذه التصريحات منذ شهور، فلماذا لم يحدث هذا الحل؟ أنا منذ البداية قلت أنه ليس خللا فنيا، وإنما هو خللا وطنيا وخللا أخلاقيا، وانطوى يعني لا أريد أن أتطرق في البعد السياسي، لكن أتطرق هنا في البعد الحقوقي والقانوني، بأنه هذا يشكل مساس في حق أساسي من حقوق الموظف. يعني وبالتالي كمان أيضا يطال عناصر ومقومات صمود المواطنين في قطاع غزة الذين يعانون منذ حوالي 12 عام ممتدة من حصار إسرائيلي. كان الأولى في السلطة أن تباشر في تعزيز مقومات صمود هؤلاء الناس، لا أن تقطع رواتبهم. هذا أمر أعتقد أنه أصبح متدرج وتراكمي، بدأ في خصم حوالي 30%، وثم فيما بعد تلاه إجراءات تقاعد إلزامي، وكان تحت يافطة أنه تقاعد مالي أو تقاعد اختياري، وكان الأمر غير صحيح بهذا الاتجاه. وثم فيما بعد أصبح الآن حتى الموظف يعني بالأمس أو أول أمس تقاضى الموظفين رواتبهم ما نسبته 45% من الراتب الإجمالي، وهذا مخالف حتى أيضا لتصريحات دولة رئيس الوزراء الذي قال بأن ستكون مساواة في الأجور وفي الرواتب ما بين موظفي الضفة وموظفي غزة، لكن ما حصل أن موظف غزة تقاضى
40% من ما قيمته من اجمالي 60%، فضلا عن انه محروم هو من بدلات والعلاوات، على عكس ذلك يحصل موظف الضفه. انا هنا يعني لا اريد ان اتطرق الى التمييز الجغرافي، لكن في بعده الوطني، في البعد السياسي وفي البعد الوطني، هذا بالمآل النهائي يؤدي الى شرخ في العلاقه، في الهوية الوطنية الجامعة ما بين المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. شكرا سيد نضال غبن، مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحقوق العاملين، كنت معنا من غزة.